بداية أسألك عن رأيك عن مسيرة منتخب مصر الأول طبعا قدام لبنان بالفوز بهدف وبعدين قدام السودان الخماسية طبعا احنا فزنا بيها. طبعا كان في البداية كلنا كنا مستائين بالرياكشن اللي اتعمل من كروش على صحيح. الاختيارات، اختيارات كانت كلنا كنا متفاجئين بيها، إلا ان هو كان عنده هدف وكان عنده حاجة في دماغه وكان عايز يوصل لها. واعتقد ان هو شوية شوية بدأنا من مباراة لبنان ثم السودان، اعتقد ان الكيرف بدأ يعلى شوية شوية، بدأت تظهر بعض الشغل تقريبا اللي بدأ في مباراة السودان، على قد ان ممكن يكون في كان طرد الاثنين لاعبين للمنتخب السوداني على انه اديتنا فرصة واريحية لكروش ان هو يقدر يشتغل على الشغل اللي كان بيحاول يعمله، وبان الشغل على الفريق. يمكن فتحت الاول حتة الاهداف، بدأنا وحش مع لبنان، كان تذبذب في المستوى، كلنا مستائين ليه محمد شريف بيلعب مروان حمدي، طب الاثنين مهاجمين، طب ايه الفكره ان انت حاطط الاثنين مع بعض، طب انت عندك احمد رفعت، عندك مصطفى فتحي، عندك زيزو، كنت ممكن تدي لهم، الا انه كان عنده هدف ان هو كان عايز يلعب ب 4-3-3، ودي كانت طريقه اعتقد ان هي مش متعودين منتخبنا ان هو يلعب بيها، ودي كانت مشكله كبيره جدا، اعتقد ان هو خد فيها وقت طويل على اساس ان هو يقدر يوصل للتوليفه مع الاختيارات كمان اللي هو خدها، ادتنا مؤشر ان انت بتعمل ايه، الناس الجديده اللي انت بتاخدها يبقى. وفي نفس الوقت ادت كمان افضليه للاعبين الجدد اللي بيثبتوا وجودهم ان هو كمان يبقى الباب مفتوح لمنتخب مصر الاول، في فرصه بالظبط ان هو يبقى متواجد كمان في المنتخب، فدي ادت فرصه واتاحت فرصه للاعيبه كتير ان هم يبقوا موجودين. اعتقد ان بدايه من مباراه لبنان ممكن نكون خدنا الثلاث نقاط، لان احنا برضو بتهمنا قوي حته النقاط على قد احنا كمان عمرنا ما خسرنا من لبنان، يعني لبنان برضو مع احترامنا طبعا منتخب، بس برضو احنا في حته تانية، منتخب مصر اكيد طبعا حته تانية، فاكيد لازم يكون يعني مستقين واحنا بنتفرج على اول ماتش مع لبنان. هي كانت واضحه وكان باين قوي ان اولا ما كانش فيه معسكرات كتير، ما لحقوش يتمرنوا، ما لحقوش يعني كانوا مسافرين هنا يوم 30، يعني الوقت ما كانش اسعفهم، بس في الاول والاخر احنا بنخش المباراه عندنا اداء وعندنا نتيجه. انا ممكن اكون خدت النتيجه، انما الاداء هيجي مع النتيجه الايجابيه، ان انا اكسب فهيبقى في اداء كويس. وقد كان الى حد ما في بعد مباراه لبنان، كانت البدايه متعثره بالنسبه لنا، شفنا حاجات هو عملها، تغييرات مصطفى فتحي شريف زي ما قلت، يعني ادانا ايحاء انه ايه اللي انت بتعمله. حتى انا اقول عقبت اكتر من مره، قلت يعني هو الراجل جاي عشان يوصلنا كاس عالم، بس هل هتدينا مركز في كاس عالم؟ يعني هل لما انت مش عايز كاس عرب؟ بدا بعد كده تصريحه ان لا انا دلوقتي عايز ابدا اعمل التوليف عشان كاس الامم الافريقيه وكاس العالم، تصفيات كاس العالم. انما هو في البدايه كان بيقول لي بيتكلم على كاس العالم. انا قلت في احد البرامج ان انت لو انت مش عايز كاس العرب ومش عايز كاس الامم الافريقيه، يبقى حقق لي مركز في كاس العالم، بالزبط. يعني توصلني يعني كاس بس عالم بس اوصل يعني بالظبط، يعني مش توصلني كاس عالم وخلاص. لا ده انا عدي كمان، انا يعني النسخه اللي فاتت احنا كنا موجودين في كاس العالم خلاص، انما النسخه دي لا، انا عايزك لو انت مش مفيش بقى كاس عرب ومفيش كاس امم، يعني انا ما اخدش كاس امم افريقيه، يبقى عديني المجموعات في كاس العالم بالظبط، يعني تعوضني طالما مفيش البطولات دي بقى اوصل. انما هو رجع قال لك لا انا بعمل فريق وهبدا اشتغل على من خلاله على اساس كاس الامم الافريقيه ان انا اشارك واخدها، وكاس العالم في تصفيات كاس العالم المباراه اللي هي الفيصل اللي هتبقى موجوده. مباراه لبنان خلصت بحلوها بمرها، لانه برده كان فيها شويه شغل كده ولعبكه، الا انه في الاول والاخر احنا خدنا ثلاث نقاط تمام، وده كان يهمنا في الاول والاخر. صحيح. معانا مجموعه زي فريق الجزائر، اول ما لعب السودان راح كسبان 4، لعب لبنان راح كسبان 2، فاللي هو برضو بيديك مؤشر ان هو برضو بيطلع بالتدريج. احنا النهارده لما ربنا كرمنا برضو في مباراه السودان، وبرضو قلنا يمكن يغير شويه، الا ان هو برضو مصر على انه 4-3-3، ودي زي ما قلت لحضرتك في البدايه انه مش واخدين منتخبنا على ان في اربعه، يعني في التشكيل او الخطه تبقى 4-3-3، واخدين دايما 4-2-3-1، ودي اغلب الانديه شغاله عليها واغلب المنتخبات شغاله عليها. ومنتخب مصر الاول كمان الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت كان شغال 4-2-3-1، فكون ان انت تبدا تغيرها فمحتاجه حفظ من اللعيبه. هي منطقه، هي على فكره خطه هجوميه طبعا، مش دفاعيه. يعني احنا بنقول ايه ده 4 وبعدين 3 في نص الملعب و3 قدام، يبقى ايه اللي انت عملته؟
انا بفقد الحته اللي على الاطراف، يعني حته الطرفين، يعني زي ما اقول مثلا احمد رفعت ومصطفى فتحي، لا هو مش عايز دي، هو عايز اللي على الاطراف دول يكونوا صراح، يعني مهاجم يقدر يشتغل كمان على الجون، زي ما شفنا محمد شريف دخل جوه ال 18، زي ما شفنا حسين فيصل دخل جوه ال 18 وجاب جول وعمل اسيست لوينش. فهي الفكره ان هو عايز يخلي في هجوم ضاغط دايما على الحته اللي قدام. السودان ادتنا الاريحيه في حته ان الطرد طرد لاعب ثم طرد لاعب تاني في مداخله مع زيزو وايمن اشرف اتطرد، فاديت الكروش فرصه ان هو يقدر يشتغل في المساحه ويقدر يشتغل على الفكر اللي هو بيمرنه للعيبه عشان يقدر ينفذه في مباراه الجزائر، او يبدا ينفذه بالفعل عشان يبقى فيه ايجابيه. واضح ان كان في شغل بيتعمل كويس قوي من العمق، من الاطراف، من التحركات، من غير كره، من الاثنين، من شغله كله. كمان شفنا مروان حمدي ما كانش محرص اهداف، الا انه برضه له وجود ان هو بيتحرك على الاطراف عشان يخلي حد يخش مكانه زي حسين فيصل وزي لعيبه ثانيه كتير. نفس الكلام بينزل مروان لتحت عشان يخلي قفشه يطلع، او يخلي اللاعب حسين فيصل يطلع، او يخلي محمد شريف يزيد يخش جوه ال 18، ودي كانت كنا مفتقدينها الفتره اللي فاتت. انما التشكيل او الخطه اللي هو بيشتغل عليها اعتقد انها بدات تنجح، اتمنى انها تنجح النهارده كمان في مباراه الجزائر.